أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من جدل، كما أرحب بالجمهور المشارك معنا هنا في هذه الحلقة عبر تطبيق زوم التفاعلي. من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، هي العبارة الأكثر تداولا في مصر خلال الأيام الماضية، وهي جملة كتبها والد عروس مصرية على وثيقة قائمة المنقولات الزوجية وفق ما هو متعارف عليه في المجتمع المصري. وقد أثار عدم تدوين الوالد للائحة أثاث ابنته ردود الفعل وسط اتهامات طالت الأب بالتفريط في حقوق ابنته حال انفصالها عن زوجها. وتعالت أصوات تطعن في مبدأ قائمة المنقولات، معتبرة الوثيقة أداة للتلاعب والانتقام في حالات الخلاف بين الزوجين وسلاحا ضد الرجل لتهديده بالسجن. هيئة الإفتاء المصرية دخلت على الخط وأكدت أن قائمة المنقولات الزوجية تحافظ على حقوق الزوجة وليست إيصال أمانة، والمهر والصداق حق للزوجة. وعليه نسأل، هل توثيق قائمة المنقولات الزوجية وسيلة لاستغلال الأزواج ماديا؟ هل لائحة الاشتراطات المسبقة المادية قبل الزواج مبالغ فيها؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفينا نتابع هذا التقرير ولنا عودة. ونرحب الآن بضيفي الحلقة عبر خدمة سكايب من القاهرة، الدكتور محمد الوقاد مؤسس حركة تمرد ضد قانون الأسرة، ومن القاهرة السيدة انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء القاهرة للتنمية والقانون. سأبدأ معك دكتور محمد، أهلا بك، لديك 90 ثانية لتطلعنا على رأيك في هذا الموضوع. السلام عليكم الأول، متشكر جدا أن تحتلنا الفرصة أن احنا نتكلم في الموضوع ده. أولا قائمة المنقولات هي عبارة عن أصل أمانة، تمام؟ احنا ما بنتكلمش أن احنا مش عاوزين ندي الست حقها، بل بالعكس الدين أساسا والإسلام بيقول أن الراجل بيجيب كل شيء في البيت، الست ولا باباها أساسا ملتزم أن هو يجيب، بس للظروف الراهنة والظروف الاقتصادية كان الأول بيستعيد عنه إن أنت بتدفع مهر، والمهر دوت أهل الزوجة بيشتروا اللي هم عاوزينه في خلال في حدود المهر دوت. العادة بتاعت قائمة المنقولات دي ظهرت إلى حد كبير جدا لما ابتدى في شراكة ما بين الزوج والزوجة بسبب الظروف الاقتصادية على أساس إن هم بيكونوا بيت. أنا مش شايف العادة ديت أساساً دي عادة، يعني أنت الراجل بيمضي على إيصال أمانة، هي بالضبط كأنها إيصال أمانة. وعلى فكرة الموضوع ما بيبقاش مجرد إن هو عشان هي اتطلقت فبتطلب حقها، لا، ده في زوجات بيبقى في موجود قائم الزواج وبتعمل قضايا في محكمة الجنايات بإيصال الأمانة دوت، أو إن هي عايزة العفش بتاعها.
وعلى فكرة بيبقى بعد سنين عمر كمان من الجواز، وبيبقى فيه خلافات كتير جدا، وفي بيبقى فيه تلاعب أساسا في قائمة المنقولات، يعني فيه بتزود حاجات وبتتعمل حاجات. قائمة المنقولات أساسا مرفوضة، يعني الصح إن كل حد داخل ما بين الاثنين، هو جاب قطين هي جابت قطين، ده مع فواتير وده مع فواتير، ده الأصول يعني. تمام. او بنستعيد عنه ان يتكتب قائمه المنقولات ديت، يبقى في بند في قلب ال وثيقه الزواج بيتحدد فيها ان الاوضه الفلانيه او الثانيه او الثالثه، ويتحدد ويتوثق عشان ما يبقاش فيها نوع من التلاعب، ده نوع من المهر اللي هو للزوجه. نعم. ده الاختصار الاولاني. نعم، شكرا دكتور. سيده انتصار تفضلي. طيب، هي الحقيقة القايمة في الأساس مش بتضمن حقوق الزوجة المطلقة، لكنها بتضمن فقط ما قامت بشراءه من مالها الخاص، أو اللي هو مكتوب في عقد الأمانة اللي هو القايمة، المفروض أنه طبقا للشرع المفروض انه بيتم دفع المهر، لكن في الحقيقة دوت ما بيحصلش. فعلشان ما بيدفعش مهر، فالناس بتكتب القايمة لانها فاكرة ان هي بكده بتضمن حقوق بناتها. تمام. الحقيقة انه هي مش بتضمن، هي ممكن تاخد العفش ده زي ما الاستاذ قال بعد 20 وبعد 30 سنة ويبقى متكسر وهي حريصة عليه، بس هي ما عندهاش اختيار، لانها ممكن تتطلق بعد سنين طويله من الزواج وما عندهاش اطفال، او انها مش حاضنه. في الحاله ديت هي لازم تبدا حياه جديده، فالحياه ديت هتتطلب منها انها هتجيب شقه ولو صغيره واساس جديد فحتى الاساس المكسر اللي هو يعني عفى عليه الزمن زي ما بيقولوا هي محتاجاله. تمام. فبالتالي الحقيقة أنا بشوف إنه الحل مش في القايمة قد ما إنه يبقى فيه تقسيم للثروة المشتركة الناتجة عن الزواج بين الزوجين. طبعا سنناقش كل هذه النقاط في سياق الحلقة، نستعرض نتيجة تصويت الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع حلقة اليوم، والسؤال: هل توثيق قائمة المنقولات الزوجية وسيلة لاستغلال الأزواج مادياً؟ والأغلبية ترى نعم 60% مقابل 40% يقولون لا. إذن هذه نتيجة استطلاع الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي. ننتقل إلى نص المحور الأول: قائمة المنقولات الزوجية أداة للتلاعب والانتقام في حالات الخلاف بين الزوجين، وهذا ما قاله دكتور محمد الوقاف في أكثر من مقابلة. دكتور، لماذا تصر على هذه النقطة، وهل هذه الحالات كثيرة مسألة التلاعب؟ أولا أنا هاخد من كلام الأستاذة انتصار، هي كانت بتقول إن هو بيعملوا قائمة المنقولات ديت عشان حق الزوجة اللي هو استعاضتا عن المهر. تمام. أنا قلت الكلام ده، وقالت إن هو بيكتبوا قائمة المنقولات بالجزء اللي هي اشتريته. لا، للأسف أنا دي مش صحيحة. اللي بيحصل إن هم بيكتبوا جميع محتويات الشقة، وبيكتبوا فيها ذهب، وبيكتبوا فيها الكلام ده كله. ده مش نوع من الضمانة، ده نوع من معلش يعني الـ مش عايز أقول لفظ مش كويس، بس عامة ده نوع من الاستغلال للجواز بالمنظر ده. لما أنا أكتب كل شيء، أنا ما عنديش مشكلة إن هي تكتب أو هي معاها فواترها، تمام، ما يثبت إن هي اشترت واحد اتنين تلاتة. تاني حاجة، دلوقتي لما حاجي بعد 20 سنة أو بعد 10 سنين، أو في حاجة اسمها depreciation، في حاجة اسمها إهلاك للعفش. تمام. لما جيش أنا بعد الخمس سنين ولا الست سنين أو الأربع سنين أو الكلام ده كله، ويجي مثلا حد يستلم المنقولات يقول لك لا دي متكسرت، ما ده اتكسرت من الاستغلال، من الاستخدام بتاعها. تمام. فأنا ما بدافعش على فكرة عن الراجل، وبقول إن كل الرجالة ما بتعملش حاجات مش صح، وما بقولش إن الستات بتعمل حاجات غلط، لا أنا بتكلمش في كده. أنا بتكلم إن فعلا في عندنا حالات كتير جدا، ناس متجوزة مش متطلقة. تمام. واترفع بيها قائمة المنقولات، واترفع وكان في تزوير في قائمة المنقولات. فإما أنت بتدفع، لأن قائمة المنقولات بتدخل محاكم جنائية وليست محكمة الأسرة. تمام. فالعوض عن كده، أنا ما عنديش مشكلة إن كل حد بياخد حقوقه، لكن تاخد حقها إزاي؟
اولا نسبه قائمه المنقولات ديت او نسبه التفاصيل العفش على قسيمه الزواج، يبقى دي حاجه موثقه دوله من الدوله ومن اللي موجودين ان هي جابت 1 2 3 هم دول، ده الحاجه الطبيعيه ودي الحاجه الاساسيه بتاعتها. تمام، ادم دخلت بيها وادم هي اللي اشترتها من مالها الخاص يبقى يتكتب. طيب يعني دكتور انت مع انه يكون مكتوب او توثيق هذه الاثاث اللي يعني المنزل بوثيقه الزواج وليس عن طريق عقد مدني منفصل؟ ده حل، لان العقد المدني ده عباره عن وصال امانه. وصال امانه، معلش انا ليه اعمل وصال امانه؟ وصال امانه ده ممكن يترفع في اي وقت في الدنيا. تمام، سواء الزواج قائم او الزواج غير قائم على فكره. نعم، طيب خلينا نسال سيده انتصار، بالنسبه لما يقوله الدكتور محمد يكون ضمن وثيقه الزواج وليس عبر عقد مدني منفصل، وبالتالي كل واحد بيحفظ حقه بهذه الحاله، وتحدث على أنه يمكن طبعا موضوع قائمة المنقولات بيكون عبر محاكم الجنائية وليست المحاكم الأسرة، وبالتالي هي بتكون أسرع في اتخاذ الحكم وبحق المرأة في الحصول على حقوقها. طيب الحقيقة أنا مش بتفق مع أستاذ محمد في الرأي، زي ما قلت أنه في الحقيقة أنه الأساس في المنقول أو المنقولات الزوجية هي مش بتجب على الزوج. تجهيز منزل الزوجية من الأساس بيقع على عاتق الزوج، هو المسؤول عن تجهيز منزل الزوجية طبقا للشريعة الإسلامية اللي قانون الأحوال الشخصية المصري مستمد منها، زي ما هو مسؤول عن دفع المهر اللي ما بيدفعش بسبب الظروف الاقتصادية، فالزوجة حاليا بتساعد في تجهيز منزل الزوجية وبتتحمل شراء منقولات زوجية وكتير بتكون غالية التمن، وإلا بتتعاير من أهل جوزها إنها ما جهزتش كويس، وممكن الست تبقى متجوزة بقالها 15 و20 و30 سنة ولسه أهل جوزها بيعايروها إن النيش معرفش الصيني كان فيه إيه ولا الفوط كان شكلها إزاي وكلام بالشكل دوت. تمام؟ طيب الحقيقة إنه وقت الطلاق أو عند انتهاء رابطة الزوجية الزوجة هي اللي بتترك منزل الزوجية، خاصة لو ما كانش فيه أطفال، ما فيش في القانون ما يحمي حقها في تلك المنقولات اللي قامت بشرائها من مالها الخاص غير القايمة. تمام؟ قايمة المنقولات الزوجية في الأساس عقد أمانة بتنظر أمام محكمة الجنح وليس الأحوال الشخصية، هي حاجة الناس تعرفت عليها، عرف اجتماعي بين الناس علشان من وجهة نظرها ده ممكن. طيب سيدة انتصار، بس انه بما انه ذكرتي موضوع انه كأنه يعني هو وصل أمانة، وبالتالي وصل أمانة بالنسبة للمتعارف عنه هو اتهام بالخيانة مسبق يعني طبعا. طيب خلينا نعترف انه الأعراف الثقافية والعادات والتقاليد الموجودة في مجتمعنا هي اللي بتحكم الناس، المجتمع مش مثالي قوي كده والحياة مش مثالية قوي كده، والحقيقة انه انا شخصيا كانتصار انا مش مقتنعة بفكرة القايمة، لكن كمان يعني كانتصار الناشطة او كانتصار المحامية، لكن كانتصار المصرية الست اللي عايشة في المجتمع دوت، الحقيقة لا، الستات من حقها القايمة لأن دي الحاجة الوحيدة اللي شوية بتضمن حقها فيما قامت بشرائه من مالها الخاص. كتير من الأزواج بيساوم الزوجة على الأساس الشقة بتتجدد وهي بتحط من مالها الخاص وبيشتروا حاجات كتير جديدة بعد كده، ووقت الجد ووقت الطلاق هي مش بتاخدها لأنها مش مكتوبة في القايمة. نعم. في كتير من الأزواج بيقوموا بتكسير الأساس وإتلافوا علشان يكيدوا الست ويحرقوا دمها، تمام، وما تاخدش معاهم حق ولا باطل. في الحقيقة إنه في ظل عدم وجود قوانين تحمي حقوق الزوجة المطلقة، كل ما يكفله القانون للزوجة المطلقة هو نفقة العدة ومؤخر الفضاء ونفقت المتعة مع تحفظي على المصطلح، وبعد كده الست مش بتستطيع الحصول على أي أموال كانت ناتجة عن الجواز، هي كمان بتدفع كتير قوي من مالها وبتقوم بشراء مستلزمات
زواج لا يتم كتابتها، تمام؟ الشقة في العادة باسم الزوج لأنها من ماله الخاص، حتى لو ربنا وسع عليهم بعد كده واشتروا شقة من فلوسهم هما الاثنين، بيرفض إنها تتكتب باسمهم هما الاثنين ويكتبها باسمه. طب الست هتعمل إيه في حالة الطلاق بعد ما تكون وصلت لسن لا يسمح لها للعمل، أو إنها ما بتقدرش تشتغل لأي سبب من الأسباب، ما عندهاش ولاد تضمن بقائها في شقة الزوجية بسببهم، أو مدة الحضانة انتهت لانتهاء سن الحضانة؟ دكتور محمد، يعني كما قالت السيدة انتصار، نحن لسنا بمجتمع مثالي، بالتالي يعني على المرأة أنه تضمن يعني حق من حقوقها، طالما أنه أوقات ما عندها أولاد، ليست حاضنة، وصلت لسن ما فيها ترجع تبلش عمل جديد، كيف ممكن نضمن حق المرأة هنا؟ أولاً إحنا ما قلناش إن المجتمع مثالي، عشان كده يبقى الاثنين مش مثاليين، ما فيش حد مثالي في السيدات بالكامل، وما فيش حد أو الرجالة مش مثاليين في الكامل، ولا الستات مثالية بالكامل، تمام؟ أنا بس اللي أنا مش فاهمه، سوزان انتصار بتقول هي مختلفة معايا، أنا ما فهمتش اختلافها معايا في إيه. أنا أول كلامي قلت إن البيت أساساً تأسيسه بالكامل شرعا وقانونا ودينيا ان هو الراجل المفروض ان هو بيأسسه بالكامل، ده اللي انا قلته وهي اللي قالته، انا ما فهمتش برضه ايه اللي وجه الاختلاف. قلت تاني ان الظروف الاقتصاديه هي اللي خلت الدنيا ان هم يشتركوا مع بعض ان هم يكونوا بيت، وده اللي هي قالته وانا اللي ده اللي انا قلته. هنيجي نتكلم ان هي جابت حاجه، انا قلت الكلام الحاجه اللي هي جايباها باسمها تبقى باسمها، فايه نقطه الخلاف اللي ما بيني وما بين استاذه انتصار اللي هي بتقول انا معترض عليه؟ بالعكس انا بقول ان احنا نحط الحاجه اللي هي جايباها سواء الرخيص او الغالي او اللي هم اتريقوا عليها او ما اتريقوش عليها، ودي مش قصتي ان هم اتريقوا او ما اتريقوش، هي مش قادره تتجوز ما تتجوزي، وهو مش قادر يتجوز ما يتجوزي، تمام؟ لكن انا بتكلم ان العرف الموجود وقائمه المنقولات دي اساسا عرف يهودي، ده من زمان دي معلومه للاستاذ انتصار ان ده كان عرف يهودي لما كان اليهود موجودين في مصر، يتزوجوا من مسلمين صح؟ من مصريين، فبالتالي عملوا الموضوع دوت، فده عرف. العرف ده يا اما يبقى صح يا اما يبقى غلط. احنا عايزين ندي الست حقها وندي الراجل حقه. الست جابت حاجه، الحاجه دي باسمها موجوده، تمام؟ زي ما الراجل عايز يتجوز، زي الست ما عايز تتجوز الراجل برضو عايز يبتدي حياته، زي ما عايز جايب حاجات هي جايبه حاجات، فبالتالي الجزء اللي هو جايبه بتاعه ليه يتكتب باسمها؟ طالما هو في الاول من الاساس دينيا ان هو يجهز البيت، ما كانش بيتكتب الحاجات دي كلها باسمها، كان بيقول ان الراجل بيبني بيته بالكامل، هي مجرد بتيجي ضيفه ملكه في البيت وهو بيجهز الموضوع بالكامل، ما قالش اكتبوا الكلام دوت على فكره. ده ما حصلش، لكن اللي احنا بنقوله دلوقتي ان الست لو جابت حاجه بسبب الظروف الاقتصاديه تتكتب، انا بقول تتكتب، انا بقول الحل عشان ما يبقاش في تلاعب من سيدات بيروحوا يرفعوا قضايا عشان مجرد مكايده في الراجل وعشان هي تحبسه وعشان وعشان وعشان، احنا المحاكم معموله لمين؟ المحاكم معموله للحالات التي بتواجه مشاكل في موضوع الطلاق، أو إن في خلافات ما بين الاتنين قوية جدا، سواء الراجل كان السبب أو الست كانت السبب، مش إحنا مش جايين هنا نقول مين اللي غلط ومين اللي صح، لكن في مشكلة دخلت المحكمة، يبقى لازم نحط المشكلة أدام قانون عادل ما يبقاش فيه جوار على حق الست ولا حق الراجل، ده اللي أنا قلته، فأنا مش شايف فيه أي اختلاف ما بين الكلام أو ما بين كلامي على فكرة. شكرا دكتور. ننتقل الآن إلى المشاركين والمشاركات معنا لأنه الأكترية عبر زوم. مع عائشة، تفضلي يا عائشة. مرحبا، أنا اسمي عائشة من الأردن. صراحة أنا كان عندي سؤال، يمكن هو سؤال هيك عم بفكر فيه، يمكن أنا لأنه ما عندي خبرة كزواج وهيك، بس إنه أنا يعني بشوف إنه موضوع إنه تصير تكتب القائمة وهاي الأشياء بشوفها إنه يمكن هي مش استغلال قد ما هو بصف انتقام، أنا هيك بتخيل صراحة. عدا عن هيك كمان بشوف فكرة إنه المفروض يكون في احترام للعشرة، كانت يوم أو كانت 10 أيام أو سنة أو سنين، يعني بتخيل إنه المفروض يكون في احترام لهاي الأيام، خصوصاً إنه فيك إذا كان في أطفال، فبتخيل إنه موضوع إنه نحاسب بعض على يعني هو حق المرأة أكيد، فأنا بتخيل دائماً إنه يكون حقها مصاري فلوس أحسن ما تكون قائمة. ويعني بس هو ما بفتكر موجودة بالأردن احنا عندنا
حقها انه لا احنا مهر مقدم ومؤخر. صراحة انا بالنسبة لي هذا بيكون اضمن للزوجة، يكون معها فلوس احسن ما تاخذ عفش، يمكن بالاخر هذا اوكي اخذته ويمكن ما تستفيد، يمكن زي ما قالت سيد انصار مكسر. يعني الفكرة كمان يعني بالنسبة لي هي الاكبر انه يكون في بس احترام، لا يعني بعد عمر نصير نودي بعض على محاكم. يعني انا صراحة هذا اللي بفكر فيه حاليا يعني، فما بعرف بعدك منك متجوز عائشة؟ لا لا لسه. طيب خلينا نرجع نشوفك بعد 10 سنين نعرف رأيك. شكرا عائشة. فاتن صراحة تعقيبا على كلام عائشة، الاحترام هلأ هي ما عندها تجربة بالزواج، أنا عندي، أنا شخصيا لما تركت كل شيء بما فيه ذهبي، ما رح أقول ماني ندماني أكيد، لأنه الذهب الشيء الوحيد أو المصاري مثل ما قالت وتفضلت هو اللي بيضمن لك صراحة. لا الاحترام رح يطعميكي خبز ولا أي شيء تاني. احترام لما تكوني مع الزوج، أصلا ما وصلنا لهي المواصيل ونعمل هيك حلقات ونتناقش بهيك مواضيع للأشخاص المحترمين مع بعض. أكيد إحنا عم نتناقش بالنسبة للأشخاص اللي في بيناتهم مشاكل بغض النظر إنه محترمين أو مش محترمين، بس لازم المرة تضمن حقوقها، وإذا ما عرفت هي وما كانت قال هذا الموضوع لازم الأهل يكونوا واعيين يضمنوا حقوق بناتهم، لأنه كتير صعب على المرة تبلش حياتها من الصفر بعد الانفصال. يعني أنت ضد فاتن ما قال والد العروس لما رفض أنه يكتب لائحة مقولات وقال من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، منك مع هذه هلا إنسانياً كتير جميل اللي قاله، بس فعلياً وعملياً كتير غلط، رح يظلم بنته. إن شاء الله يكون العريس يعني قد الأمانة يؤتمن عليها منيح. شكراً شكراً فاتن. شيماء شكراً لك. ألو مرحبا، معكم شيماء من الرياض. لو سمحتي أنا كنت عايزة أسأل الضيفين، طبعا أنا متفقة معكم في كل كلمة قلتوها، بس أنا هفرض أن دلوقتي أنا معايا القائمة ومعايا الورق اللي هو الفواتير بتاعت كل محل، أنا جبت جهاز ب5000، جبت غرفة ب5000، عدى سنة 12 ومخمسة ديت بقى دلوقتي ب50، فأنا هستفيد إيه؟ يعني أنا دلوقتي القائمة بتاعتي كانت زمان بما يعادل مبلغ يجيب عفش كامل مثلا، النهاردة ما تجيبش غرفة واحدة، فإيه اللي هيحفظ حاجة زي كده؟ مع العلم إن إحنا عندنا في مصر المهر المؤخر الحاجات دي لما بتضاف للقائمة هي ما عادتش بتضاف واستعاض عنها بالقائمة، لما بتضاف بيبقى في مبلغ طالع المأزون بياخده، فالناس كلها امتنعت انها تضيف ده، فايه اللي يضمن حق واحدة دلوقتي سنة 2-3-10 مع العلم ان قيمة الحاجة بتفقدها، يعني من 5000 غرفة دلوقتي بقت لا تساوي شيء. شكرا. شكرا شيماء. محمد سؤالي للآن سانتصار، يعني هي قالت انه الأحوال الشخصية بمصر يعني ناجمة من الشريعة الإسلامية، لكن القائمة المنقولات هي ما من الشريعة الإسلامية. سؤال تاني أنه هي بدأ من حديثة أنه القائمة هي عم تجي حل لأنه الناس ما عم تدفع المهر، يعني إحنا بدل ما نعالج مشكلة المهر قانونيا تمام عم نطلع مشكلة أخرى نحن هلأ عم نحاول نعالجها كمان، فأنا رأيي نحن ما عم نعالج النقطة الصحيحة. شكرا محمد. نرمين السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. نرمين من مصر. هو أنا بس كنت من رأي الأستاذة اللي اتكلمت من شوية إنه فعلا الحاجة دلوقتي لو أنا جبت مثلا 10 أوض من 10 سنين فدلوقتي ما تسويش 8 غرفة واحدة، فهل ممكن الاستعاضة بالمنقولات دي بقيمة مادية تكفل للزوجة إن هي تعيش حياة كريمة من بعد ما تتطلق؟ يعني وإيه الحالات اللي ممكن إن الزوجة تعوضها بحاجة مادية؟ لأن فعلا المنقولات ممكن تكون مستهلكة، ممكن تكون جرى عليها الزمن، ممكن تكون خلاص ملهاش قيمة ولا سعر، هي هتعمل بيها إيه؟ دلوقتي الزوجة لما تطلق بالذات لو معاها أطفال مثلا عشان تقيم حياة هيكون الدنيا صعبة بالنسبة لها، فهل ممكن الاستعاضة يعني بمبلغ من المال بقيمة الحياة اللي هي المفروض تعيشها بالذات طبعا لو عندها أطفال يعني؟ وإمتى الحالات، يعني طبعا أنا عارفة إن مش كل الحالات الست اللي بتبقى مظلومة فيها يعني، فإمتى الحالات اللي يجوز للست إن هي تاخد القيمة المادية دي؟ وشكرا لك. شكرا نرمين. مروة مرحبا، أنا مروة من سوريا. سؤالي هو معلوم أنه قائمة المنقولات الزوجية عم تصير عدة أشكال قضائية، يعني لسه ما ألم يحن الوقت بعد تجاوز مثل هاي المشكلات والأزمات هاي،
والنص بشكل صريح على عدم الاعتراف بها وعدم إدراجها من الأسر. هذا السؤال. أتوقف مع فاصل قصير ثم نستكمل النقاش. أهلا بكم من جديد، وموضوع حلقة اليوم متعلق بقائمة المنقولات، نص المحور الثاني الحسابات المالية بين الأزواج حطمت العلاقات الزوجية. ودكتور محمد، أنت مع هذا الرأي بأن هناك الحسابات المالية هي التي حطمت العلاقة الزوجية؟ أكيد أكيد. ده يعني بقت فكرة الزواج على فكرة، يعني برضو هرجع أقول تاني عشان أنا بسمع شوية عبارات إن أنا بتكلم على الشرع وإنت ما بتدفعش مهر. أنا ما قلتش إن أنا ما بدفعش مهر وما قلتش الناس ما بتدفعش مهر، أنا قلت إن الظروف الاقتصادية دلوقتي أجبرت الجميع على الموضوع دوت، تمام؟ لكن أنا بتكلم إن الشرع لازم إن أنت تجهز، وأنا مع الموضوع دوت. فأنا يعني ياريت بس يبقى إيه لما حد بيقول حاجة عني يبقى يقولها بطريقة صحيحة. ثانيا، اللي ما بنيجي نتكلم على الزواج دوت شركة، والمفروض إن إحنا ندخلها بنية طيبة، نكون عندنا النية إن إحنا نتجوز عشان نبني بيت ونبني حياة وشراكة، لأن ده أعظم أنواع القيود اللي موجودة في الدنيا. لكن إن أنا أدخل عشان أبقى حاسبها بالورقة والقلم، بقت عملية تربح، بقت عملية شغل، بقت عملية كأنها مكتب إحنا بنعمله مع بعض، تمام؟ أنا عايز أبقى موجود في قلب الربحية، وفي الخسارة أنا مش موجود، وده كلام مش صحيح. في أزواج كتير جدا وزوجات كتير جدا يعني بيتضرب بيهم المثل في الموضوع دوت، تمام؟ وبيشيلوا بعض، وفي سيدات بتشيل أزواجها الرجالة لما بيكونوا بيتعبوا وبيعملوا وبيتحطوا على الراس، وفي زوجات العكس، وفي رجالة برضو كويسة وفي رجالة العكس. إحنا ما نحطش التصنيف الملائكية في صنف من الأصناف، ما بنقولش الستات ملائكية في المطلق ولا الرجالة ملائكة في المطلق، فإحنا بنتكلم في كده. لكن لما بتدخل العلاقات إني حساب مشترك والكلام ده كله، لا، ده بيعمل بصراحة حزازية ما بين الاتنين. وعلى فكرة حتى دينيا الحسابات منفصلة، يعني الذمة المالية منفصلة للزوج وللزوجة. طيب سيدة انتصار، حسابات مالية هي اللي عم بتخرب أو بتحطم العلاقة الزوجية، لما كل شيء عم نحسبه بالورقة والقلم، الحسابات المشتركة، دائما التفكير النية السيئة بأنه يمكن، يعني طبعا نحن ننظر لتجارب الأخريات ويمكن الناس بتخاف ببعض الأحيان تضمن حقوقها، ولكن إذا كان هذه الفكرة هي المسيطرة على تفكير الشخص، ممكن أنه يعني تكون العلاقة أساسا مهددة بالانهيار منذ البداية. العلاقة بتكون مهددة بالانهيار لما ما بيبقاش فيه تكافؤ في التفكير، لما بيبقى فيه طرف من الأطراف بيستغل هذه العلاقة. للأسف الشديد في مصر وفي المجتمعات العربية الطرف المستغل في معظم الأوقات بيبقى الرجل، لأنه هو الطرف الأقوى في العلاقة. المفروض أن علاقة الزواج علاقة شراكة متكافئة ما بين الزوجين، لكن في الواقع المجتمع والأعراف وكل حاجة بتضغط على الستات وبتسحق فيها لصالح الرجل في مجتمعنا المصري. الحقيقة أنه الطرف اللي بيحسبها بالورقة والقلم هنا وبيستغل هو الرجل مش المرأة، ده من وجهة نظري. هو بيتملص من التزاماته، هو مش عاوز يتحمل أي مسؤولية، مش عاوز يتحمل أي أعباء ناتجة عن هذا العقد، عن هذا الزواج. ادفع مهر، ما عنديش إمكانيات، ساعدوني، غلاء المهور والغلاء الزواج، وانتوا بتطلبوا بحاجات أوفر، الشبكة والمهر، طب خلاص هنتشارك بس اكتب قايمة لأن دوت شوية هيضمن حقوقي، ولاحظ انه مفيش قانون بيحميني. لا لا لا، الموضوع مش كده، انت يعني عايزة ايه؟
طيب يعني هو إيه الحل من وجهة نظر الرجالة؟ نقول والله تقسيم ثروة يقول لك القانون مستمد من الشريعة، نقول ارجع للشريعة يقول لك ما تتكلموش باسمي، اللي هو نعمل إيه يعني؟ مش فاهمة يعني. أنا بشوف إن ده صفصطة فارغة. من الآخر الجواز مودة ورحمة، اللي ما يقدرش عن المودة والرحمة ما يتجوز. طيب دكتور، طب ممكن تعليق بسيط بس؟ تعليق بسيط بس كويس. حضرتك بتقولي ان في واحد راح وقال لهم ظروفي الكلام ده، طب هم وافقوا ليه؟ ممكن ما يوافقوش تمام. وبعدين تاني حاجه حضرتك، ده قائمه المنقولات يعني، انت عايز تكتبي فيها تكتبي فيها تكتبي فيها. لا ثواني بس يا استاذه ريما، حضرتك بتقولي قائمه المنقولات تمام، طيب حضرتك تكتبي فيها الحاجه اللي هي جايباها ولا كل حاجه هو جايبها؟ احنا متفقين ان القائمه هنا بديلا عن المهر يا فندم، تمام؟ المهر انا بتكلم ان هي ساعدته، هي ساعدته. انا بدي حضرتك قلتي في الاول طالما ان هي ساعدته وجابت حاجات النيش عشان ما يتريقوش عليها وان هي تبقى غاليه تتكتب باسمها. انا متفق معاكي ان هي تتكتب الحاجات اللي هي جايباها في قلب قسيمه الزواج، ايه المشكله؟ طب واذا ما دفعش ولا لازم يتكتب كل حاجه في البيت؟ الحقيقه لازم يتكتب كل حاجه في البيت. طب حضرتك اضمنك ازاي انت ادام انت مش مضمان؟ ادام انت مش ضمان انا اضمنني اذا كنت انت. طيب يبقى بلاش اذا كنت انت شايف شويه حاجات تافهه زي شويه منقولات. حضرتك حطيتي نفسك ان انت ملاك ولن تخطئي ولن تستغلي هذه الورقه، وحضرتك شايفها شطار وحاططيني من الاول ان انا شيطان وان انا لما هتجوز بنتك تمام انا هعذبها وان انا هاكل حقها. يعني انت اللي مفترضه فيا ان انا الشيطان من اول من ساعه الفتح يا فندم. الصفصطه والعادات والتقاليد يا فندم الصفصطه هي صفصطه. الصفصطه حضرتك نعتيني بالكلام ده، حضرتك نعتيني بالكلام ده في العلاقه شئنا هذا. ما فيش حاجه اسمها. حضرتك قولي لي كم قضيه في قلب محكمه الاسره الست بترفعها والراجل بياخد ايه منها؟ طيب تمام. حضرتك قولي لي الراجل، حضرتك انا بتكلم دلوقتي على قائمه المنقولات. طيب انا عاوز ارد، اجي هكلمك على الطفل والاطفال واللي هو محروم من عياله ومحروم من كل حاجه. انا عاوز ارد على السؤال. طيب خليها ترد على السؤال. حضرتك انا هخليها ترد على السؤال بس لما نتكلم. احنا جايين نتكلم على قائمه المنقولات ولا جايين على نتكلم على القوانين كلها؟ يبقى خلينا في قائمه المنقولات. هي مرتبط كله مرتبط ببعضه. اتفضل يا سيده انتصار. حضرتك قلتي حاجات تانية مختلفه عن قائمه المنقولات، يبقى حضرتك حددي كلامك الاول. بالعدل انا كلامي محدد وحضرتك مش هتحدد لي اتكلم في ايه. اتفضلي. طيب الاستاذ هنا طرح سؤال بيتكلم قولي لي كم قضيه في محاكم الاسره. الحقيقه الاف القضايا سنويا في محاكم الاسره. طيب دوت بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن انه القوانين هنا المنظومه بتاعتها فيها مشكله ضد النساء. الست هتضطر تروح محكمه الاسره ليه الا اذا كانت مش واخده حقوقها هي وعيالها. انا عندي موكلات او نكايه في الراجل يا دكتور خليها تكمل لو سمحت. او نكايه في الراجل او نكايه خلاص ملائكة. لا تضعي عباءه الملائكيه على السيدات فقط بعد اذنك. في كده وفي كده. اكمل كلامي. خليكي حضرتك فير دكتور لو سمحت. تفضلي سيده انتصار، تفضلي تابعي. طيب هي بتروح المحكمة لأنه في الواقع هي مش واخدة حقوقها ولا حقوق أولادها، لأنه ما عندهاش أي اختيار تاني. ما فيش حد عاقل وسوي بيروح المحكمة إلا إذا كان مضطر لدوت. في الحقيقة الناس مش يعني مش مجبرة أنها تفتعل مشاكل وتعمل مشاكل إلا إذا كانت عندها خلل نفسي، وبالتأكيد ملايين الستات في مصر شايلة البيوت، فما حدش يزايد على الست. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هي ما عندهاش اختيار
الراجل بيتملص من التزاماته، أنا عندي موكلات، الرجالة فيها بيكسبوا كويس جدا. يا أستاذة ريما أنا أرفض التعميم بعد إذنك. أستاذة ريما لا بتقول هي إنه في عندها التعميم يا أستاذ، أنا أرفض التعميم. ما بتعمم ما بتعمم يا دكتور ما بتعمم. يا أستاذة ريما لا أنا أرفض التعميم، أنا من ساعة ما اتكلمت أنا بقول ما فيش ملائكة ما بين الراجل وما بين الست. ممكن تقولينا النسبة؟ طب خلينا نسمع، خلينا نسمع نسبة القضايا المرفوعة بمحاكم الأسرة قد ايه؟ ممكن نشرح اكثر حتى اشرح لك انا بقى معلش انا اقول لحضرتك. طب خليها لانه عم نحكي هي لحضرتك. هي عندها قضايا، خلينا بس نفهم منها اكثر. انا هرد على حضرتك. لا بس لو سمحت طيب خليك ترد بس خليها تكمل كلامها، خليها تكمل كلامها. تفضلي تفضلي. طيب الحقيقه انا ما عنديش يعني ما مش عندي النسبه حاضره دلوقتي، لكن ممكن نجيبها من موقع الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. احنا عندنا سنويا آلاف بل ملايين القضايا أمام المحاكم المصرية اللي ليها علاقة بمشاكل الأحوال الشخصية. الست بتضطر ترفع أكتر من قضية عشان تاخد حقوقها وحقوق ولادها. في كتير من الأوقات إحنا مثلاً بنلجأ لآلية التفاوض الودي قبل رفع القضايا، بتكون النتيجة إن الزوج رافض يتفاوض. للأسف الشديد ما بيقومش بالتزاماته في معظم الأوقات غير بعد الأحكام القضائية، أو لما بيفهم إن في حكم قضائي خلاص جاي في الطريق ليه، لكن قبل الحكم القضائي بيكون مستهون بيها ويقول لها روحي ارفعي قضية هتاخدي سنين في المحاكم، ما عندك روحي المحامي، وهو عارف كويس قوي إن ما عندهاش فلوس تروح لمحامي وبيضغط عليها طول الوقت. لكن أول ما ميزان القوة بيتحول إنها خلاص بقى عندها حكم قضائي، الموضوع بيختلف وبيروح يدفع من سكات، بالرغم من انه هو بيكون مقتدر ماليا، بيكسب كويس جدا، بيتحايل على يعني موضوع اثبات دخله في قضايا النفقه على سبيل المثال، وبيحاول يثبت دخل اقل من دخله بكتير، برغم انه هو عارف ان في اولاد وفي مسؤوليات، ممكن يكون بيصرف على بيته التاني كويس جدا، لكن للزوجة الأولانية والولاد منها لا، لمجرد ان هو يكيد الزوجة. قائمة منقولات ايه اللي الرجالة بتعيط عليها؟ منقولات ايه ده؟ شوية عفش مكسر، هي ما عندهاش غيره في الواقع، يعني ما عندهاش اختيار في الواقع، هي مضطرة انها تقبل بالعفش المكسر اللي هو مش احسن حاجة في الدنيا واللي البشوات مستقطرين عليها. يعني انا مش فاهمة الناس بتتكلم في ايه. طيب يلا دكتور اتفضل. اقول لك انا النسب بقى كويس، لان احنا طلعنا كتير، وطلع المجلس القومي للمراه، وطلعت جمعيات نسويه كتير جدا، قالت لك ان 85% من قضايا مجموع القضايا الاسر في المحاكم هي عباره عن قضايا نفقات، قصادها فقط يمكن 5% ولا 15% قضايا رؤيه. معنى كده ان الرجاله مش عايزه تشوف عيالها عشان مش عايز تصرف عليهم، واحنا قلنا للكلام ده. الاستاذه انتصار بتقول محاميه، تمام، فهي عارفه إن, ان ان محاميه، صح كده؟ مش حضرتك محامية؟ مظبوط. هو أنا غلطت في حضرتك بقولك أنت محامية؟ أنا ما قلتكيش حاجة. هقولك أيوة مظبوط محامية. تمام، حضرتك محامية، عارفة إن أول قضايا بتترفع على أقل حاجة 8 أنواع من النفقات أو 5 أنواع من النفقات بتترفع بسم الله الرحمن الرحيم كده على الراجل، دي تجدد سنويا أو كل سنتين، الراجل ما عندوش إلا قضية واحدة فقط لا غير، ليس ليها استئناف ولا تجديد، اللي هي قضايا رؤية. يعني معنى كده لو أنا مطلق وقدامي مراتي أول سنة هتدفع عليا 8 قضايا، قدام قضية واحدة اللي هي اللي أنا دفعتها اللي هي قد إيه؟ اللي هي الرؤية. هنيجي تاني سنة مش هتجدد الثمانية ومش هتجدد الخمسة، هتجدد 4، يبقى كده مجموع الملفات في محكمة الأسرة 12 لواحد، وهلم جرة، تمام؟ حضرتك تاني حاجة، أنت حضرتك في سيدات معهاش فلوس إن هي تدفع، وفي سيدات متبهدله في المحاكم، بس هل كل اللي موجودين في المحاكم سيدات عشان بس عايزين النفقه عشان هم مشتاقين ياكلوا، ولا في منهم جزء كبير بيبقى نوع من الافتراء؟ حضرتك ما جالكيش رجاله اتسرقوا من سيدات؟ ما جالكيش رجاله طالبين يشوفوا عيالهم ويصرفوا عليهم والسيدات مش عاوزين يديهم حقهم؟ ما تجيش قضايا رجاله ان هو كان مسافر وعامل توكيل لمراته ورجع لقى نفسه مخلوع وواخده كل ثروته؟ ما ادكيش جالكيش قضايا ان سيدات وناشطات موجودين وبيطلعوا وهم اساسا منفصلين وهم متجوزين عرفي وحارمين ابوهم
ابو العيل من عياله. حضرتنا بنتكلم على قانون يرضي جميع الاطراف. وننتقل مره جديده الى المشاركين معنا عبر تطبيق زوم، واعود لشيماء لديها تعليق على ما قاله دكتور محمد. تفضلي شيماء. ايوه لو سمحتي حضرتك، انا بس تعليق الدكتور محمد. احنا صحيح مش داخلين شركه وما بنقسمش راس المال، وما بقولش انا حطيت وانت حطيت. انا دلوقتي هفترض ان احنا انفصلنا بدون اي مشاكل، وهفترض ان انا مثلا بقالي 15 سنه 20 سنه، وده حصل قدامي، يعني مش بتكلم من حاجه ما حصلتش، ده حصل كتير جدا. وبفترض ان انا مدرسه او مهندسه، وهو مدرس او مهندس. دلوقتي انا بقالي 15 سنه او 20 سنه بدون شغل، السي في بتاعي ان انا لا اعمل، خريجه هندسه لا اعمل، وزوجي خريج هندسه معاه خبره 20 سنه، انا لما اطلع لسوق العمل حضرتك هتوظفني؟ لا. لما يجي لك اتنين، يعني انا العائد بتاعي بعد الجواز انا هطلع شخص ما معيش سي في، ما معيش عمل، كنت مهتمه بالبيت، كنت قاعده في البيت، دلوقتي مين هيوظفني؟ يعني انا اعرف شخصيا طبيبه قعدت اكتر من 20 سنه بدون عمل، فلما جت اشتغلت قالوا لها لا معلش انت هتبداي بس المستشفى كذا حكومي، وبعد كده مش عارف ايه، وما ينفعش في عياده. فالواحد لما بيدور على الفلوس دي بيدور عليها لانه طالع بدون كارير. انا لما ابدا راتبي هيبقى اقل من ربع راتب الزوج اللي هو بقى له مثلا 15 20 سنه شغال. فاحنا بنتكلم في الجزء ده، مش ان انا اقسم او اخد منه. انا هفترض ان مفيش اي مشاكل غير كده، واحنا مفيش لا فينا ملائكه ولا شياطين في الارض، كل بني ادم فيه الكويس وفيه الوحش. فهو دي بس نقطتي، احنا بنبحث عن ده كمدخل رزق للزوجة لحد ما ربنا يسر وتقف على رجليها بعد الطلاق. شكرا شيماء. مروة، مرحبا. انا مروة فلسطينية مقيمة في تركيا. سؤالي هو اول شيء انه كيف نشأت هيدي فكرة المنقولات الزوجية؟ ليش انتشرت كتير؟ يعني هل مثلا هلأ صايرين مثلا عم بيبنوا فكرة الزواج على من أولها على قلة سأل، حتى عم بيعتمدوا هذا الموضوع لحتى يضمنوا حقوق الطرفين، ولا كيف؟ شكرا مروة. نجاة. مرحبا، أنا نجاة من ألمانيا. سؤالي هو ما هو رأي دار الإفتاء في قضية المنقولات الزوجية بمصر بالذات؟ شكرا نجاة. يعني دار الإفتاء كان لها موقف بالطبع من هاي الإشكالية اللي حدثت مؤخرا حول قائمة المنقولات، وقال إنه يعني دار الإفتاء بتقول إنه حق للزوجة، ولكن من دون أن يتم استغلالها من قبل الزوجة بالطبع. شكرا نجاة. هويدا. مرحبا، هويدا من مصر. سؤالي بناء عن تجربتي الشخصية، أنا ما تكتب ليش قايمة منقولات، ولو سألتني دلوقتي أو سألتوني طبعا مع احترام آراء الجميع، أنا ندمانة إن ما تكتبتش قايمة، لأن أنا احتجتها في وقت جيت احتجتها بعد 20 سنة. فليه لا يسن قانون صارم يجعل قائمة المنقولات بند من بنود عقد الزواج ولا يتم إلا به؟ شكرا هويدا. على عفوا نجلاء. نجلاء مرحبا. نجلاء من ألمانيا. إنه ليش كل هالشي بمجتمعاتنا العربية بتكسر مثل هالظواهر، رغم إنه العقل يعني والمنطق بيقتضي إنه نتجاوزها واللحاق بركب الحياة المعاصرة. شكرا نجاة. فاتن لديها تعليق. فاتن. أي ريما، معك فاتن، رجعت مرة تانية. أنا بأيد كلام شيماء لما حكيت إنه المرأة بعد فترة من الزواج، خاصة اللي حاملي الشهادات الكبيرة كدكتورة أو مهندسة أو ما شابه، لما تنزل فعلا على الميدان العملي بتلاقي هي صفر اليدين، ما عندها ولا أي سي في بيثبت إنه هي أخذ شهادة بتعادل شهادة الزوج. بمجتمعاتنا العربية غالبا طبيب بدور على طبيبة، صيدلانية بدور على مهندسة، ومهندس بيشبهوا بعض أو يكونوا متكافئين بالشهادات. فعلا هي بتطلع صفر اليدين وتوصل لمرحلة انه هي ما تقدر تكفي حتى مصروفها، او اذا في اولاد كمان بيكون كتير صعب عليها. وبرجع على تعقيبا على كلام الدكتور محمد لما قال انه المحاكم مش يلي كل موجودين فيها هن نساء مستضعفات وبدهم حقوقهم والزوج يكون هو الظالم، اكيد في حالات بتكون فيها الزوجة ظالمة، بتكون فيها نكاية تم الزوجة عم تعمل هيك او منا بحاجة لهذا الشيء، بس نحن ما نقدر نسن قانون
مشان القوي ما ياخذ حق، ناكل حق الضعيف، لانه في كثير الاغلبيه الكبيره من النساء هن اللي بحاجه عن جد القانوني واقف معهم صراحه. شكرا. يعني فاتن ما قلتيه كمان بتوافق ما قالته نسرين بهذا الموضوع، انه حمايه الضعيف بالمجتمع. فاطمه. مرحبا، معكم فاطمة من لبنانية مقيمة بتركيا. بدي أسأل إنه متى تفقد قائمة المنقولات الزوجية حجيتها القانونية وتصبح حبر على ورق؟ ممكن تعيدي فاطمة سؤالك؟ متى تفقد قائمة المنقولات الزوجية حجيتها القانونية وتصبح حبر على ورق؟ شكرا فاطمة. طبعا في أسئلة عدة. ودكتور محمد، يعني في شيماء طرحت موضوع مهم جدا بتعلق بمهنة المرأة، يعني اللي بتتزوج بتكون سيدة أو ربة منزل، ما بيكون عندها كارير في النهاية بعد 10 أو 20 سنة، كيف ممكن ترجع لسوق العمل، ما الذي يحفظ حقوقها؟ وبالتالي حتى نسرين ذكرت أنه يعني بالمجتمع العربي تحديدا المرأة هي الطرف الأضعف، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحميها. ده أكيد، ده أنا ما عنديش خلاف عليه. على فكرة لما تكون الست كمان بتبقى ربة منزل، على فكرة حتى دينيا أنت المفروض أن في مبلغ من المال بيطلع شهرين أو الكلام ده كله للست هي تتصرف فيه زي ما هي عايزة، تشتري حاجة لنفسيها، بتجيب حاجة لنفسيها، بتحوشه، الكلام ده كله أنا متفق معاها جدا. أن في أنا شفت حالات سيدات بنفس المنظر دوت، تمام. طبعا تعقيبا على الكلام كله، حتى الأستاذة فاتن أنا برضو برجع لها تاني لما قالت إن أو متفقة معايا إن في سيدات بتبقى فعلا مش ضعيفة وبتضطر تدخل المحكمة نكاية. طبعا في الموضوع دوت، احنا عايزين فعلا قانون زي ما هي قالته يحمي الطرف الضعيف أيا كان ساعتها الطرف الضعيف مين، الراجل أو الست، تمام. مش هقول ان انا عايز اعمل قانون عشان يحمي الست بس، او عايز اعمل قانون يحمي الرجل بس، لا، انا عايز اعمل قانون يحمي الطرف الضعيف في العلاقة سواء كان راجل او ست، وكل واحد ياخد حقه بالملي، تمام. الأستاذة هويدة قالت نفس فكرتي اللي انا كنت بتكلمها، ادام انت عايز تعمل قائمة منقولات اعملها موجودة في قلب وثيقة الزواج، وثيقة الزواج، ويتكتب الحاجة اللي هي جايباها بالفعل، فبالتالي مش هيبقى فيه نوع من التلاعب، ومش هيبقى فيه نوع من أنا بقى وصل أمانة أقدر أحبس الزوج دوت سواء كنت على 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 ذمته أو لأ، تمام. الأستاذة نسرين لما قالت إن أوروبا فيها الإيكوال ما بين الاثنين، طبعا فيها الإيكوال ما بين الاثنين، حتى القانون المدني عندهم هناك، حتى الست يوم ما بيروح هناك وبيتفرض لها نفقة معينة، وانس ان هي اشتغلت النفقة دي بتقل. ليه؟ لان هم كل حاجة بيعملوها مع بعض. احنا من الخلاصة بالكامل احنا عايزين حاجة واحدة يا جماعة، احنا عايزين قانون يحافظ على الأسرة العربية، مش هتكلم على الأسرة المصرية، انا بتكلم في مصر هنا لان احنا قاعدين هنا اهو، تمام. لكن احنا عايزين نقل موضوع الطلاق، الطلاق بقى كتير جدا، في سيدات وفي رجالة ما بيسمعوا البرامج دي وبيسمعوا الحقوق والحكاية والرواية، في رجالة ما بتتجوز وفي ستات برضو ما بتتجوزش، احنا كده بنهد الدنيا. واللي بيجني في الآخر من الموضوع التوت الأطفال، الأطفال هم أكتر حاجة من عند الرجل وعند الست، مش هقول ان كمان الست هي اللي الأول، أنا بقول عند الرجل وعند الست. نعم. احنا عايزين قانون نقعد كلنا مع بعض نقول احنا عايزين نحافظ على كيان الأسرة دي، احنا كل واحد زي الدستور ما بيقول، لو احنا بنتكلم بقى مدني الدستور ما بيفرقش ما بين مواطن ومواطنة، بيتكلم على واحد على شخص واحد، ده ليه عنده حقوق وعليه التزامات، لازم ندي كل واحد حقه بالطريقة، الست تاخد حقها كامل مكتمل، انا ما عنديش ادنى مشكلة. نعم. تمام. طيب. لكن ما يبقاش في جوار على حق حد. سيدة انتصار، تعليقك على المداخلات اللي سمعنا إليها، وهل الضمانات القانونية هي ممكن أنه تكون حل لأزمتي الزواج والطلاق في مصر؟ طيب، الحقيقة أنا متفقة مع الأساتذة اللي اتكلموا عن فكرة أنه الطرف الأقوى في العلاقة عادة بيكون الرجل، والست بعد الطلاق بالذات لو ما بتشتغلش، ويمكن دوت ان انا قلته في كلامي بشكل واضح ان هي بتضطر ترضى بالاساس ده لانها ما بتشتغلش، ولو راحت اشتغلت مش هتلاقي شغل بسهولة، يا اما هي مش مؤهلة لسوق العمل، يا اما هي مش متعلمة،
حتى العمل المنزلي اللي هي بتشتغل في بيتها هي ما بتاخدش عليه أجر، هي في الواقع وفرت أجر العاملة المنزلية لكن هي ما خدتش أجر. طب الحل إيه؟ يعني حتى أوروبا هم بيجيبوا كل حاجة سوا، لكن وقت الطلاق بتحصل تسوية الطلاق، بتاخد منه النص بالنص، معروفة. أنا شايفة إنه الحل يكون في قوانين عادلة ومنصفة تراعي حقوق المواطنة في المجتمع المصري، قانون مدني موحد للأحوال الشخصية هو الحل، تقسيم الثروة المشتركة الناشئة عن عقد الزواج بين الزوجين هي الحل. إلى أن يحين هذا الوقت للأسف مضطرة أقبل بالقايمة زي ما قلت تاني وتالت ورابع، ما عنديش بديل بيضمن حقوق النساء وبس. شكرا سيدة انتصار. الآن إلى تصويت الجمهور المشارك معنا عبر تقنية الزوم، والسؤال: هل توثيق قائمة المنقولات الزوجية وسيلة لاستغلال الأزواج ماديا؟ والنتيجة إذن: قائمة المنقولات الزوجية هل تعد وسيلة لاستغلال الأزواج مادياً؟ في الاستطلاع الأول 60% قالوا نعم. النتيجة 36% نعم مقابل 64% قالوا لا، لا تعد قائمة المنقولات الزوجية وسيلة لاستغلال الأزواج ماديا، يعني كان عكس النتيجة في الاستطلاع الأول. أشكر المشاركين معنا عبر تطبيق زوم. أشكر ضيفينا من القاهرة دكتور محمد الوقاد مؤسس حركة تمرد ضد قانون الأسرة، والسيدة انتصار السعيد رئيسة مجلس أمناء القاهرة للتنمية والقانون. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.